العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها عم بحكي عن أول مرة شفتك فيها لما زرت أختك عندها بالحارة. شو؟ يعني أنت من وقتها كنت بتعرفيني؟ بحكي كثير على ماما، إن شاء الله مرة تانية. الله يعطيك العافية والصحة لتضلك تهتمي فيها. ميرسي. جبران أنا كثير بعتذر إني استعملت البوت تبعك لحتى أهرب. كان بالنسبة لي خشبة الخلاص. نايا انت ما بتعرفي هذا الحكي شو بيعني لي. اذا عرفت شي عن سيارة عاصم المحروقة بليز خبرني. اكيد اكيد كوني اكيد اني رح ضل دايما على تواصل معك دايما. باي باي نايا باي. خالتي كيفك؟ ياي شو بنت حلال يا نايا؟ امك قلها من الصبح مشغول بالها عليكي، بدها تحكيكي. ابصر شو شايفه بمنامها. اعطيني اياها. اوكي حبيبتي. حبيبتي هيدي نايا. نايا حبيبتي ما تعتلي همنا يا امي. لا بس انا مشتقت لك وبدي اطمن عليكي. حبيبتي انا كمان. بتعرفي من الصبح بدي احكيكي بس خفت انه يكون كثير بكير عليكي. يا ريتك اتصلتي يا نايا، أنا واعية من قبل الضوء. بكرة حضروا حالكم لأجي أختكم. جاي أنت وكريم؟ لا جاي لوحدي لأنه كريم مشغول بهاليومين ما بدي عطله. طيب يا نايا، ليك حبيبتي؟ أنت منيحة يا أمي؟ أنا منيحة ماما ما تعتلي همي. أكتر من أي وقت. نطرتك. باي. Thank you.
اهلا اهلا يا استاذ كريم، اتفضل. اهلا دكتور، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، كله تمام. بقالي كتير ما شفتكش. يعني مشاغل الحياه بقى. انا بعتذر لك، انا واضح ان جاي في يوم عندك فيه شغل كتير قوي. لا خالص، انت عارف بقى الامراض النفسيه بقت كتير دلوقتي. هنعمل ايه، ناس تعبانه بقى، اي حد هيتعب لازم هيجيلك على طول. قولي ايه اخبار قريبتك؟ هو الحقيقه هي مش قريبتي، هي هتبقى مراتي في المستقبل. خطبتك؟ هي كانت متجوزه، بس متجوزه راجل صعب قوي، كان دايما بيضربها وبيعنفها، بيغير عليها بشكل مرضي، ولما طلبت منه الطلاق هددها بالقتل. حاولت تهرب منه، عملت نفسها بتغرق مع انها كانت بتعرف تعوم كويس قوي، ولما خلصت منه فضل شبح جوزها يطاردها في كل حته، في شغلها وفي حياتها حتى بعلاقتي بيها. وفي المرحلة دي انت كنت بتعمل ايه؟ كنت دايما بساعدها، بحاول اخرجها من دائرة الخوف اللي هي سايبة روحها فيها. وايه اللي حصل؟ كنت كل ما بوصل معاها لبداية حل الاقي نفسي بدخل في مشكلة تانية. زي ايه؟ الحقيقة هما مرحلتين يا دكتور. المرحلة الأولى لما عرفت ان جوزها عرف الحقيقة كانت مرحلة صعبة قوي، قلت لها تواجهه خلاص، يعني ابتدت تضيع مني، قلت يمكن تقدر تكسر حاجز الوهم اللي قرب يدمر حياتها، بس ما حصلش. والمرحلة التانية لما جوزها مات في حادثة عربية. كده المفروض ان المشكلة تبقى اتحلت. ده المفروض، بس انا بعد فترة اكتشفت ان المشكلة بقت اكبر بكتير، ابتديت اقلق عليها، علشان كده جيت لك. دكتور مروة انا قلقان عليها جدا ومش عارف اعمل ايه. قلقان عليها من ايه؟ من نفسها. يشيل حاجات من مكانها ويحط حاجات تانية، يعني معيشة في رعب، وإنه ناوي يقتلها. هي اتظاهرت إنها انتحرت؟ كانت طول الوقت بتهددهم بالانتحار عشان يصدقوها لما تعملها. كانت بتهدد بالانتحار؟ هي اللي قالت كده. واختارت إنها تغرق؟ لأن كل اللي حواليها كانوا بيعتقدوا إن عندها فوبيا من المية. هيدروفوبيا. فندم؟ شوف يا أستاذ كريم، الخوف من المية هوس مش خوف، وده اسم الحالة المرضية. بس اللي أنا أعرفه عنها إن ما كانتش بتخاف. هي اسمها إيه؟ نايا. أعتقد إن نايا خطيبتك ما كانتش بتتظاهر إنها ناوية تنتحر. أمال إيه؟ هي بالفعل عندها نزعة للإنتحار، ما كانتش بتكذب. إزاي يعني؟ كانت بتناور. لما تختار المية كوسيلة للهرب هي عارفة كويس قوي إنها بتغامر، وإن احتمال الموت عندها أكبر كتير من احتمال النجاة، ومع ذلك عملت كده. طب وليه اختارت الوسيلة دي بالذات؟ لأن دي الوسيلة الوحيدة اللي هتضمن اختفائها بشكل مقنع، وفي نفس الوقت لو عاشت تقدر تبدأ حياة جديدة. ولو ماتت؟ تبقى حققت هوسها بالموت غرقانة، وده بيسموه الهيدروفوبيا، جنون الانتحار غرقاً، عكس الفوبيا اللي هي بتدعي. معقولة؟ كلامها دلوقتي عن تهيؤات بتحصل لها، وإن جوزها رجع من الموت علشان يقتلها، بتثبت إن نزعة الانتحار عندها ما سابتهاش. يعني نايا ممكن تفكر في الانتحار مرة تانية؟ هي بتفكر تعاقب نفسها. بس اللي أنا أعرفه عنها إن دايما كانت بتتصرف تصرفات طبيعية جدا، إنسانة طبيعية. لأن الفصام البسيط ملوش أعراض مرضية. الفصام البسيط؟ سيمبل شيزوفرينيا. معقولة الحالة وصلت لحد كده؟ هي موجودة طول عمرها، لكن بتوضح أعراضها أكتر في سن المراهقة أو بعد العشرينات. طب قولي يا دكتور، إيه أعراض الحالة دي؟ لما بتبتدي تفقد اهتمامها بأصحابها وبأهلها، إنها تحبس نفسها كتير في البيت،
ما تهتمش بمظهرها، ما تهتمش بشغلها، ما تقبلش نصيحة من أي حد. يعني لو أنت رحت نصحتها ممكن تزعل منك، تبتدي تاخد حبوب منومة ومهدئات وتعيش في عالم خاص بيها، تبتدي تحلم بحاجات مش واقعية تظن أنها حصلت فعلا. الدرجة دي خطيبتك محتاجة للعلاج. أنت فعلا ناوي تتجوزها يا أستاذ كريم؟ باشمهندس طارق تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. استاذ مراد طبعا غني على التعريف. طبعا يا فندم، نوح حكيت لي كتير قوي عن حضرتك، ده بقيت متحمس قوي المقابله دي. اتفضلوا تحوا. شكرا يا فندم. ميرسي. نوح حكيت لي عنك كلام حلو كتير. نوح دي اختي وحبيبتي، ده انا قايل فيها ايه بس في ابداعها وفي موهبتها. خلاص يا طارق، فيه ميرسي. بعتقد نوح اعطتك فكره عن شركتنا وعن الاولويات اللي بنحتاجها. انت الوحيد اللي بتقدر تتمنى يا طارق. انا تحت امرك يا فندم. بكره الصبح ان شاء الله هيكون عند حضرتك كشف باسماء وعناوين الشركات كلها يا مستر مراد. شكرا كتير. بتمنى انا اشوف معك كل عقود الشركه اللي كنت عم تشتغل فيها مع بعض العروض والاسعار والمناقصات. هو يعني من الاخر استاذ مراد ده عايز نفس كل الشركات اللي في السوق، عشان كده محتاج كل المعلومات اللي تفيد الشركه وتنجح. شركتنا قصدي؟ طبعا شركتنا، امال ايه؟ خلاص يا فندم، كل اللي حضرتك عايزه اعتبره موجود عند حضرتك. تفضل استاذ طارق. ايه ده فندم؟ مبلغ صغير يعني، مشي حالك فيه لبين ما يبلش شغلك بشكل رسمي. بس انا حضرتك معايا اللي مكفيني والحمد لله مستور. طارق انا ما بدي اياك تشغل مخك بالامور الماديه، نوع حكيت لي انت متزوج وعندك عيله، بدي دماغك لشيء أهم. طب متشكرين يا فندم. أنا مش عارف أشكر سعادتك إزاي، ولو إن ده كرم كبير قوي منك، خصوصا إن إحنا مفيش بينا لسه لا عقود ولا كونترات ولا أي حاجة خالص. اعتبرونا هدية. أستاذ مراد بجد مش عارف أقول لك إيه. مفيش أكرم منك وأحسن من أخلاق حضرتك. شكرا. ولا حاجة يا إنجي، تعبان. لا سلامتك ألف سلامة. طب أطلب لك حاجة تشربها؟ مش عايز. نايا اتصلت بيك كتير وقلب عليك الدنيا. عارف. هو في حاجة يا فندم؟ متخانقين ولا حاجة؟ ما تشغليش بالك. طيب في حاجة أنا أقدر أعملها؟ أيوة تقدري. أأمرني يا فندم. سيبيني لوحدي شوية يا إنجي، وما ترديش على التليفون من أصله. اللي تشوفه يا فندم، عن إذنك. Thank you.
ادي اي فاي لو نايا جت على الشركه قولي لها كريم راح لك على البيت. اوكي اوكي سلام. وفي سايب الباب مفتوح ليه؟ ايه دول؟ مربى. معقولة؟ أنا كنت فاكرها مربى. شكلها كده بيتي على فكرة. ها؟ والشغلة؟ بتهزري؟ يعني انت عامله المربى دي هنا في البيت؟ هو جبتهم معي من بيروت بس كنت مخبيتهم. انا كذا زعلان منك، يعني بقى لها فتره هنا وانا ما اعرفش. ممكن ساحره. هي لك هي دي بس يعني ولا كله ولا ايه؟ بس هي على كل حال نزلتي امتى وجبتي الحاجات دي؟ حكيت مع امي وخالتي بكره هيجي يعيشوا معي. والله وانا رحت فين؟ حكيتك بس خطك كان مسكر. طب ليه ما كلمتيش عم شلبي ينزل معك؟ اول مره بتعملها كريم. ما بقى تحبني ما هيك؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت عارفه كويس قوي ان انا بحبك وبخاف عليكي، ما اقدرش استغنى عنك، بس انت دايما المصره تبعديني عنك. كل ما بقرب لك بتبعدي. تقدري تقولي لي ليه دايما بتدوري على كل حاجه تضايقك وتضايقني؟ بعتذر حبيبي، بوعدك اني ما بقى رح ضايقك ابدا، بس انت وعدتني انك ما بقى تبعد عني وتضلك حدي قد ما بتقدر. انا اليوم لاني ما سمعت صوتك حسيت حالي ضايعه. نايا احنا نجيب ماما فورا ونتجوز. تجوز؟ كفايه لحد هنا بقى، لازم نعيش مع بعض ببيت واحد. بيتنا يا نايا، وخلي ماما كمان تعيش معانا، ولا انتي ليكي رأي تاني؟ بتحبني؟ بعشقك. تطلعتي مني؟ ازيك يا انوجه؟ اهلا يا نهى.
بجد مبروك يا انجي، انت مش عارفه انا مبسوطه لك قد ايه. ميرسي يا حبيبتي، كلك ذوق. بس خير، الاستاذ كريم مش هنا. لا، ومين قال لك انا رايحه الاستاذ كريم؟ انا جايه لك انت. كنت عايزه اسالك سؤال كده، هو خطيبك راجع لبنان امتى؟ هو انت بتساليني انا عن خطيبي؟ ايوه، بسالك انت عن خطيبك. انت مش قلتي ان خطيبك كو بايلوت؟ ايه المشكله؟ مفيش مشكله، انا بس عايزه ابعت حاجه لواحده صاحبتي في لبنان وهي غاليه شويه، فبس يعني مش عارفه اديها لاي حد، فعشان كده بسال. وانت تحملي المسؤوليه ليه؟ مش يمكن تضيع منه؟ ولو انجي، وين المشكله؟ مش اول مره بصير غلط لحدا؟ بونجور. بونجور يا استاذ هشام، بجد انا اسفه، كان لازم اسالك، انا خايفه اكون يعني بحرجك معايا او حاجه. لا بالعكس، انت بتأمري. حيالله حدا من اصحاب انجي كانه انجي، وشو ما عبالك تبعتي انا هون. ميرسي قوي بجد يا استاذ هشام، حضرتك لطيف جدا، انا بحسدك بجد يا انجي. ربنا يوفقك ويتمم لكم على خير، رغم ان انا شايفه يعني الموضوع الحب بين اتنين ده بقى صعب جدا اليومين دول. ثانيه واحده اما اجيب الامان. انا بحسدك يا انجي. اعوذ بالله بالفنك. ما حلو ابدا على فكره اتعاملي معها بالطريقه. هي اصلا ايه اللي جابها؟ مش كان خلاص سابت الشركه وخلصنا منها؟ لك خلص عيب، هلا بتسمعي؟ وايه يعني؟ ما تسمعني. بدك اياها تزعل منك؟ يا ريت، ده يوم السعد. انت اصلك مش فاهم، دي ما بيجيش من وراها غير المصايب. لا امانه بجد يا استاذ هشام، لو مش هينفع قول لي، يعني انا حاسه ان اصلي بتقل عليك قوي. ولو ألف طلب مثل هالطلب. طب بعد اذنك ممكن نمرتك عشان اديها لصاحبتي في لبنان عشان تطلبك يعني لما تروح هناك. ايه اكيد. ولا اقول لك هات تليفونك انا هطلب نمرتي من عندك. كمان مش غلط. بياخد وقت. هي خلاص رن، سيب بقى نمرتي وانا هسيب نمرتك. تمام، ميرسي قوي بجد يا استاذ هشام. ولو يا عم عاشور. ثانك يو. ويلكم. ايه ده؟ دي خدت نمرتك عيني عينك. انجي بلا هبل، شو فيها؟ ما كل الناس تاخد ارقام بعضها. انا عارفاها، مش هتسيبني في حالي. وانا عارف حالي، ولا ما عندك ثقه فيا؟ وايه بقى الحاجه اللي كانت هتموت لو ما بعتتهاش معاك؟ وريني كده. خلص عيب، شو عم تعملي؟ ايه ده؟ ده بيرفم رجالي. طارق، ها ايه الاخبار؟ خش المكتب دلوقتي اشوف السيرفر اللي سبتها الشركه طلع من عليه بيانات مطلوبه. طيب كريم مش موجود في الشركه، ليه تخلص بقى قبل ما يجي؟ طيب بس بعد ما اخلص بقى ايه اللي هيبقى مطلوب مني تاني؟ هيكون ايه مطلوب؟ هتروح عنده وتقدم استقالتك؟ ايوه نوعا. بس انت هتبسبس لي يا طارق كمان؟ يعني انت مش شايفاها غريبه شويه ان احنا الاثنين نقدم استقالتنا في نفس الوقت؟ والله كل واحد عنده اسبابه. انت عندك اسبابك وانا عندي اسبابي. غير بقى لو انت غيرت رايك، ولا مش عاجباك هديه استاذ مراد اللي بالحق وداك كام؟ 20,000. شوف بقى 20,000 ودول هديه، هيديك كام بقى قصاد المعلومات اللي انت هتقدمها له؟ خش يا طارق شوف شغلك. خش. شش، حطي صوتك، انت هتفضحينا. ما شافوهمش هما بيسرقوا؟ بيشوفوهم هما بيتحاسبوا؟ غريب جدا. هلا مالك؟ ماليش، بس يعني لو نوها يعني
شافتنا وكده؟ أنا أقول لها تبارك لنا. تبارك لنا على إيه؟ شوف يا مي، أنا مسافر حتة بعيدة قوي، وقاعد تقريبا يجي 6 شهور. حتة بعيدة؟ يعني قصدك الأقصر؟ إيه أوحشك ولا إيه؟ يعني 6 شهور كتير قوي يعني. هو عشان كتير قوي انا قررت ان انا مش هقعد هناك لوحدي، ولا انت ايه رايك؟ تطلب ايدي ولا حاجه؟ لا ولا حاجه طبعا، تلبسينا. يعني لسه ما تعرفناش على بعض، حاجه زي كده بدري قوي. ملهاش دعوه، انا حاسس اني عارفك من زمان جدا. اشمعنى انا؟ قدري ونصيبي، ده اللي مكتوب. طيب هنعمل ايه؟ يعني انت عايز تقنعني ان كل السنين دي وما قابلتش واحدة بنت ناس محترمة تجوزها؟ لا طبعا، عرفته كتير كمان زي اي شاب، بس ما لقيتش نصيبي. بس انا المرة دي حاسس ان انت نصيبي، الا لو في حاجة فيها مش عاجباكي. بص يا سليم، انت حد محترم جدا وابن ناس، اي بنت تتمنى تبقى معاك وترتبط بيك. بس يعني البق ده معروف قوي على فكره، لو في حاجه مضايقاكي فيا ولا انا مش عاجبك قولي دلوقتي وخلصينا. بالعكس اكيد، يعني انا محتاجه اتكلم مع اهلي واعرفهم حاجه زي كده، خصوصا نوع. طيب اتكلمي مع اهلك وخصوصا نوع. كل المعلومات خلاص اتنقلت عندي على فايل واحد، وبعته الايميل الشخصي بتاعي مش ايميل الشركه. بجد؟ طب حلو قوي، برافو عليك يا طارق. بقول لك ايه، كريم وصل وانا بصراحه مش عايزاه يشوفني. طب بقول لك ايه، خلاص اول ما يدخل مكتبه هروح اقدم له استقاله. طب عشان خاطري لما تخلص من عنده كلمني على طول، هموت واعرف رده فعله ايه. حاضر، يلا سلام. خلاص هتسافر؟ انت اللي بسمعك فاكرني رايح المريخ، ما كل يوم التاني بتلاقيني بوشي. مش عارفه يا هشام، المره دي انا مش مطمنه، قلقانه. شيلي هالموضوع من راسك. بعدين انت قلتيها نهى تركت الشركه، يعني ما بقى رح تشوفيها بحياتك. خلاص ريلاكس، اوكي؟ طب خلي بالك من نفسك والنبي. ماشي، والسفره الجايه بتحضري حالك وبتاخدي اجازه. ما بدك تشوفي بلد خطيبي؟ انت بتتكلم بجد؟ انك شو عم بمزح معك؟ يلا وصينا. انا مش عايزه اي حاجه غير اني ارجع اشوفك تاني، اوكي؟ اي رح تشوفيني تاني وثالث ورابع وتزهق من وجهي كمان. استنى، انا هربيت كنت هنسى. خير؟ يا لهوي. انا كمان عندي امانه عايزاك توصلها، مش نهى بس. شو هاد؟ فلوس اديتها لي نايا عشان توصلها لقريبها اللي في لبنان. ايه كنت ناطرها تحكيني. معلش هي كانت مشغولة قوي، بس كلفتني انا اقوم بالمهمة دي. هنفع؟ لا تنفعي طبعا. شو؟ بين ما اتضايقتي وقت نايا كلفتي بمهمة، ولا نسب سمنة ونسب زيت؟ نعم، نايا دي لو طلبت عناية اديها لها. كفاية انها عرفتني عليك. هل الوضع ده محتاج 2 ليمون ولا حاجة؟ ايوه والله. انا عازبك. ازيك يا هشام، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت كيف؟ الحمد لله ماشي الحال. اتفضل يا استاذ كريم، انا وهشام كنا لسه في سيرتك حال. يلا بكاشه، واقفين مع بعض بتكلموا عليا. والله سلام. هشام، مش انا كنت لسه حالا بقول لك ان انا بحب نايا جدا، وانها لو طلبت عنايه هديها لها؟ بلا. شفت؟ بس انا دخلي ايه بنايا؟ يا سلام، مش انت ونايا واحد برضو، ولا انا غلطان؟ لا مش غلطانه ولا حاجه، بس يعني هشام ما تيجي تشرب معايا قهوه ولا وراك حاجه؟ يا ريت والله، كتير على بالي، بس لازم نروح المطار. طيب سلام. وصينا. تاخد بالك من انجي على قد ما تقدر.
بنتي دي زي اختي الصغيرة، وصدقني لو لفيت الدنيا بحالها مش هتلاقي زيها. ولا يهمك، انجي بعيوني وانا عارف حالي شو نقيت. يلا باي. اوكي باي هشام. باي باي هشام. كلمني من المطار قبل ما تسافر. ايه خلص اكيد. اوعى تنسى. اطلع يا عم. يلا باي. الحلوة دي اشوفك مرتين في نفس اليوم؟ ولا انا اللي حظي حلو ده مازال نهار. انت مستني تاكسي او حاجة؟ بصراحة ايه رايح المطار بدي الحق طيارتي. طب اركب اركب. لا لا نواي ما بدي اعزك معي، المشوار بعيد. بعيد ايه بس؟ مفيش حاجة بعيد بالعربية. وبعدين خليني اقدم لك خدمة قصاد الخدمة اللي انت بتقدمها لي. وكده نبقى خالصين. انه اكيد ما فيها ازعاج؟ ازعاج ايه؟ انا بديك الساعة لما اوصلك. اوصل شاب كده كيوت زيك في المطار. مفيش حاجة ألطف من كده. طيب مرسي. مرسي على ايه؟ دي حاجة تشرفني. والأمانة هيها هون، أول ما أوصل على بيروت رح وديها لصاحبتي. معلش بقى لازم احط بنزين في العربيه عشان اوصلك المطار. ايوه ده اكيد. لو سمحت ممكن تفول العربيه؟ هشام انا عايزه اقول لك على حاجه. اتفضل. امان اللي معاك دي ليك انت على فكره. ليه انا؟ اعتبرها يعني هديه الخطوبه. اف وانجي ما لها هديه؟ انجي دي انجي كسبت بيك الجايزه الكبرى يا هشام، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ميرسي كتير عن جد، بس ما رح اقدر اقبل الهديه، يعني ما بدي انجي تتضايق. او طيب ما هي مش لازم تعرف. كيف يعني؟ خدها نصيحه مني يا هشام، انا ست وافهم الستات كويس قوي. مش كل حاجه لازم تقولها لخطيبتك، في حاجات لو خطيبتك عرفتها ممكن ما تفهمهاش صح، ده بالعكس ممكن تنكد عليك وتقلب عيشتك كمان. لا بس انجي ما انا هيك ابدا، بالعكس يعني هي حدا كتير منيح وطيوب. وانت كمان كتير منيح وطيوب برضه. عارف حاجه يا هشام، انا حاسه ان انت دخلت قلبي على طول، حاسه ان انا اعرفك من زمان مش عارفه ليه، دي حاجه يعني ما بتحصلش معايا كتير. ميرسي كتير، كلك ذوق. ما تقوليش ميرسي يا هشام، على فكرة أنا مش بجاملك، أنا حاسة كده إن أنا يعني ممكن أأمنك على حياتي، حاسة إن أنت ممكن تبقى جد صديق قريب قوي ليا. كتير شوية هالقد؟ لا لا مش كتير، أنا مليش أصحاب كتير قوي يا هشام على فكرة. أوف غريب، أبدا ما حسيت هيك، بالعكس يعني حسيت إنك حدا في حواليك كتير عجقة. عجقة؟ يعني ايه عجقة دي؟ يعني زحمة. زحمة يا دنيا زحمة. 100%. والله يا هشام مش عارفة اقول لك ايه، هي ممكن تكون زحمة ايوه لكن بالشكل بس. والمضمون؟ والمضمون مولد وصاحبه غايب. منيحة. بقول لك ايه، انت بتحبها قد ايه؟ مين؟ انجي. بحبها بس الاهم اني مقتنع فيها، كرمال هيك فكرت كمل انا وياها. مقتنع بيها؟ لا انا اختلف معاك بقى في النقطه دي، انا مستحيل اتجوز واحد غير لما اكون بجد بموت فيه. تخيل كان خلص. لا انا بس عايز اقول لك ان انت بجد هتوحشني. لو سمحت. خير يا فرد. أنا بكل أسف حضرتك هسيب الشركة.
تسيب الشركة يعني ايه؟ تسيب الشركة تروح فين؟ في شركة جديدة بتتأسس وطالبة كوادر عندها كفاءات. تقوم تسيب الشركة. طب وانا اعمل ايه؟ يعني انا ادير الشركة ازاي من غير كفاءات؟ لا. وشوية نهى وبعدين انت. ممكن اعرف ايه اللي بيحصل في الشركة وانا مش واخد بالي منه؟ كل خير يا فندم. وبعدين حضرتك مش هتغلب يعني هتلاقي لي غير كتير. وبعدين انت عندك لسه سليم ونايا. ربنا يبارك لك فيهم. بس انت احسن منهم. على الاقل اكفأ منهم في الخبرة. اذا كان على الخبرة يعني بكرة سليم ربنا يكرمه ان شاء الله وهيكتسب خبرة مع الوقت. يعني انا المفروض استنى بقى سليم. ما هو حضرتك اللي فضلته عني وسلمته مشروع الاقصر. هقول لك ايه؟ طول عمرك تفكيرك على قدك مع انك مهندس شاطر. يا ابني انا اديته مشروع الاقصر لاني ما اقدرش استغنى عنك هنا في الشركة. انت طول عمرك دراع اليمين. بس هقول لك ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على كل حال اعمل اللي انت عايزه. انا ما اقدرش اقف في طريق مستقبلك. ولا اقدر عرضك ولا عارض غيرك. انا اسف يا مستر كريم، لو اعرف والله انك هتزعل الزعل ده كله ما كنتش حتى فكرت. عموما حصل خير وتقدر حضرتك يعني تعتبرني بسحب كلامي. لا تسحب كلامك على ايه؟ انا رايي انك ما تتراجعش عن اي حاجه واضح انك فكرت فيها كويس. وعلى الله في شغلك الجديد تلاقي الحاجه اللي كانت ضايعه منك اللي ما عرفتش تلاقيها هنا في شركتي. اشوف وشك بخير يا طارق. حبيبي رايحة بكرة أجيبه من الإسكندرية إن شاء الله. بعتلك المبلغ مع هشام. ليك فادي سؤال، شو عاد صار بسيارة عاصم؟ يعني بعد ما طلع أول السيارة ولا كيف؟ آه لا بس عم شوف إذا في شي جديد. طيب حبيبي لا ولو يلا باي.